يمارسون التطرف على الجانب الآخر ويمارسون أمرين عجيبين يجمعون بينهما وهما لا يجتمعان أبدا، الإرجاء والتكفير. فهم يمارسون الإرجاء إذ يتملقون الحكام الظلمة ويتملقون كل منقلب على الشرعية، وفي ذات الوقت يعني يخرجون على الشرعيين ويمارسون الخروج على الشرعيين. طيب لكن دكتور عطية، الآن حتى هؤلاء الذين يدعون زورا وبهتانا الانتساب إلى السلف الصالح يعني يبنون كلامهم على هذا المنهج وينسبونه إلى السلف، هل كان السلف الصالح يعني يقتلون مخالفهم المسلم؟ لا طبعا لا، معاذ الله. يعني لنا مثل في سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه عندما خرج عليه الخوارج فلم يقتلهم الا بعدما مارسوا القتل. فيعني الخوارج عندما خرجوا في حروراء اول خروج لهم في حروراء ومارسوا ما مارسوه من العدوان، سيدنا علي قال يعني لا نمنعهم ثلاثه، لا نمنعهم مسائل الله ان يذكر فيها اسم الله، ولا نمنعهم من الفي ما دامت لهم معنا، ولا نمنعهم يعني لم يمنعهم من حقوقهم في الدوله، ولا نحاربهم حتى يحاربونا. فكف عنهم، كف يده عنهم، وارسل لهم ابن عباس ليجادلهم، فرجع منهم تقريبا 4000 حسب اذكر من الروايات على يد ابن عباس. ثم بعد ذلك قتلوا سيدنا عبد الله بن خباب الأرب، فقال لهم سلموا لنا قاتل الرجل، فقالوا كلنا قتل. عندئذ أعلن القتال وقاتلهم. فالأئمة لا يختلفون، الأئمة عندما يعني يختلفون مع أحد لا يبشرها القتل، وإنما إنما إنما دائما العدوان يأتي من هؤلاء الخوارج. فهؤلاء بالفعل هؤلاء الجامية والرستانيين جمعوا بين بدعتي الإرجاء والوعيدية، مع أنهما بدعتان متناقضتان تماما، وهذا من أعجب العجب. يعني أعجب العجب أن يجمعون بين بدعتي الإرجاء والوعيدية. يعني هم تكفيريون لأنهم يكفرون أهل الحق ويخرجون عليهم، وهم في ذات الوقت إرجائيون لأنهم سنأتي على هذا على دين الحق. سنأتي على